بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أول أسئلة هذه الحلقة سؤال من المستمعة شين لام من مكة المكرمة، تقول: كنت أحافظ على الأذكار والأوراد والتسبيح والتهليل مدة طويلة، وبعد هذه المدة تركت ذلك ولا أدري ما السبب، وأريد أن أرجع لها فلم أستطع، وحاولت لكن لم أستطع، كلما قلت سأعود لأورادي وأذكار الصباح والمساء وجدتها صعبة، فإذا عزمت قلت قليلا ثم تركتها، والسؤال: ماذا أفعل جزاكم الله خيرا كي أرجع كما كنت، علما أنني في أشد الندم لذلك الأمر، أرجو نصحي وإرشادي لما أفعل، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المداومة على الأذكار الشرعية على الصفة المشروعة أن هذا خير كثير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فالاعتياد ذكر الله عز وجل والمداومة على ذلك من أفضل الأعمال. وما ذكرته السائلة من أنها كانت تأتي بأذكار مشروعة ولكنها في الأخير ثقلت عليها وصعب عليها العودة إليها مرة ثانية، وتسأل عن العلاج الذي به تستطيع الرجوع إلى ذكر الله عز وجل. نقول: ربما يكون عند هذه المرأة أشياء تشغلها عن ذكر الله وتلهيها عن ذكر الله، مثل جلساء السوء ومثل النظر في ما يشغلها عن ذكر الله في وسائل الإعلام كالتلفاز أو الفيديو ونحو ذلك. فعليها أن تتجنب هذه الأمور التي تشغلها عن ذكر الله عز وجل، لأنها إما أمور محرمة وإما أمور مباحة، لكن إذا شغلت عن ذكر الله عز وجل فإنها منهي عنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعليها أن تجتنب ما يشغلها عن ذكر الله عز وجل، هذا شيء. الشيء الثاني، عليها أن تعود نفسها ذكر الله عز وجل، تروضها على ذلك شيئا فشيئا حتى تعتاد ذكر الله وتألفه وترجع إليه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السائل حاء عين من الرياض يقول: عندنا امرأة بها وسواس وهي حامل في شهورها الأخيرة، وتقول: إني أخاف من آلام الولادة، فنصحناها وذكرناها بالله سبحانه وتعالى، لكنها ما زالت تعاني من ذلك كثيرا، فأرجو من فضيلتكم أن تقدموا لها كلمة عسى الله أن ينفع بها، جزاكم الله خيرا. عليها أن تتوكل على الله وتحسن الظن بالله عز وجل، تسأل الله أن يسهل عليها الولادة، والولادة ولله الحمد شيء طبيعي في النساء، فلا تخف من هذا، وعليها أن تنظر إلى النساء وكثرة الولادة وتحسن الظن بالله عز وجل، وذلك مما يذهب عنها هذا الخوف. وكذلك عليها بالإكثار من ذكر الله عز وجل والأوراد الشرعية، توكل على الله وحسن الظن بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السائلة عين ميم من الرياض تقول: ما حكم قص المرأة شعرها من الأمام والخلف إذا كانت نيتها التجمل لزوجها، جزاكم الله خيرا؟ المطلوب من المرأة توفير شعرها لأنه شعر رأسها، لأنه جمال لها، فقد جمل الله النساء بالذوائب كما جمل الرجال باللحى، وأما قصه فهذا من العبث ومن التشويه وليس هو من الجمال، وإنما الباعث على ذلك التشبه بالكافرات أو التشبه بالفواسق من المسلمات،
فقص الشعر هذا من العبث والتقليد الأعمى، فعلى المرأة أن توفر شعرها ولا تقص لا من الأمام ولا من الخلف ولا من الجوانب، اللهم إلا إذا شق عليها طوله وثقل عليها أو كان يحتاج إلى مؤونة وتريد أن تخفف منه من أجل الحاجة فلا بأس بذلك، فقصه من أجل الحاجة هذا لا بأس به، أما قصه من أجل التجمل فهذا بالعكس، هو ليس من التجمل وإنما هو من التشويه، تشويه الخلقة والتشبه والتقليد الأعمى. نعم. هل يمكن أن يقطع على من قلد أنه أحب من يقلده؟ نعم، التشبه بالكفار ظاهرا يجر إلى محبتهم في الباطل، لأنه ما تشبه بهم إلا وعنده ميول إليهم، ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول إن التشبه بهم في الظاهر يدل أو يجر إلى محبتهم في الباطن، ويقول وأقل أحوال الحديث الوارد في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يقول أقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه، وإلا فظاهره يقتضي الكفر، قوله فهو منهم، فهو مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل سين ميم من الهفوف يقول ما معنى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهل هؤلاء 3 لا يؤاخذون دنيا ولا آخرة، لا يؤاخذون دنيا ولا آخرة مهما عملوا من أعمال حتى لو كان فيها تعد على حقوق الغير وإتلاف لممتلكاتهم؟ معنى الحديث أن هؤلاء 3 لا يجب عليهم شيء من أوامر الشرع لأنهم غير مكلفين، لا تجب عليهم الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك من الواجبات الشرعية لأنهم غير مكلفين في حالتهم هذه، وأنهم لا يأثمون بترك هذه العبادات لأنها لم تجب عليهم، وإن كان الصبي يؤمر بالعبادة ويدرب عليها حتى يألفه كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع، هذا في حقوق الله جل وعلا فإنها لا تجب إلا على المكلف، أما حقوق المخلوقين لو تعدوا على أحد بإتلاف نفس أو إتلاف مال فإنه يجب عليهم الضمان، يجب عليهم الضمان لأن حقوق المخلوقين لا تسقط عن من أتلفها إلا إذا سمح لهم صاحبها بذلك، فهي مبنية على المشاحة كما يقول العلماء، فيجب ضمان الأنفس والأموال من المتعدي عليها سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حتى البهائم إذا أتلفت شيئا من أموال الناس فإنه يجب على صاحبها أن يضمن هذا الإتلاف إلا ما سمح به شرعا، فيما لو أتلفت زرعا في النهار يعني رعت الزرع في النهار فإنه ليس على صاحبها ضمان لأنه مسموح له بإطلاقها في النهار لترعى، أما لو أتلفت ذلك في الليل فإن على صاحبها الضمان لأن على أصحاب الزروع حفظ زروعهم في النهار وعلى أصحاب المواشي حفظ مواشيهم في الليل. نعم. السلام عليكم. السائل ميم لام من الرياض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، ما معنى هذا الحديث؟ وحديث آخر رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، قال صلى الله عليه وسلم وفساد ذات البين هي الحالقة أو كما ورد، ما معنى هذين الحديثين جزاكم الله خير؟ أول الحديث، الحديث الأول لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق يعني في إكره، فالمكره لا يصح طلاقه لأن فعله ليس منسوبا إليه، فلو أكره رجل على طلاق امرأته بأن هدد بما يضره من الضرب أو الإيذاء أو غير ذلك ثم طلق للتخلص من هذا الإكراه فإنه لا يقع طلاقه لأنه مكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويقول في هذا الحديث لا طلاق في إغلاق أي في حالة الإكراه، وأما الحديث الثاني الذي فيه أن إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، والصدقة المراد بذلك صلاة النافلة وصيام النافلة والصدقة النافلة، فإصلاح ذات البين أفضل من هذه النوافل لما فيه من إزالة البغضة بين المسلمين
وإزالة التباعد بين قلوب المسلمين، والإصلاح فيه الخير. قال الله تعالى: والصلح خير. قال صلى الله وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. وصار الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل هذه العبادات، لأن نوافل العبادات نفعها مقصور على صاحبها، أما الإصلاح بين الناس فإن نفعه يكون متعديا، والنفع المتعدي خير من النفع القاصر على صاحبه. نعم. السائل عين ميم يقول: حدثت بعض الأفاضل من الأغنياء وكان يحرص على صيام النافلة، قلت له حسنا ما تفعل، بل قلت له حسنا ما تفعل، لكن عليك نوعا من العبودية غير هذا وهو الإنفاق، فهل ما قلت له صحيح وهل من توجيه؟ السائل عبد العين ميم يقول: حدثت بعض الأفاضل وكان من الأغنياء كان يحرص على صيام النافلة، فقلت له إن حسن ما تفعل، لكن عليك نوعا من العبودية غير هذا وهو الإنفاق، فهل ما قلت له صحيح وهل من توجيه؟ نعم، ما قلت له صحيح، وذلك بأن وجوه الخير كثيرة ليست مقصورة على صيام النافلة، بل وجوه الخير كثيرة، والصدقة فيها خير كثير لأن نفعها يتعدى، وأما الصيام فإن نفعه يكون قاصرا على الصائم فقط، فلذلك يكون أجر الصدقة على المحتاجين يكون أكثر وأرجح من صوم النافلة أو صلاة النافلة، والأعمال تتفاضل بحسب نفعها وبحسب آثارها. الله جل وعلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصدقة على المحتاجين والمعوزين وتنفيس كرب المكروبين وإغاثة الملهوفين وقضاء الدين عن المعسرين أفضل من النوافل، من نوافل العبادات الأخرى الخاصة بصاحبها، التي يختص أو يقتصر أجرها على صاحبها، يقتص نفعها على صاحبها. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. السائل عبد الله ميم من الدمام يقول: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا فقال: إذا أتم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام، واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو الإفادة منكم سريعا حتى نطمئن. صحيح ما قاله هذا الإمام، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين الأذان والإقامة، دعاء مخصوص ودعاء يداوم عليه، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا تابع المقيم وقال مثل ما يقول فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان، فالمستمع يردد ما يقوله المؤذن إذا قام الصلاة، ويحصل له أجر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة المؤذن. نعم. السائل باء كاف يقول: والدي يصلي وهو جالس لوجود ألم في ركبته لا يستطيع الوقوف معه، فهل في ذلك حرج؟ أفتونا مأجورين. إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا لما أصيب في رجله عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا، ولما أراد أصحابه أن يصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا ويصلوا خلفه جلوسا. الحاصل أن المسلم إذا لم يستطع القيام في الفريضة فإنه يصلي قاعدا أو على جنبه إذا لم يستطع القعود. نعم. على جنبه المقصود به شيخ، على جنبه أو لو كان على ظهره فكذلك؟ على جنبه، ويكون مستقبل القبلة، وعلى جنبه الأيمن أفضل، وإن كان على جنبه الأيسر فلا بأس، ويكون مستقبل القبلة، فإذا لم يستطع على جنبه فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة لما ورد في الحديث أيضا، فإن لم يستطع فمستلقيا. نعم. الحمد لله. ذكرتم قعود العاجز عن القيام، فما السنة في قعوده؟ هل يتربع أم يجعل ساقيه تحت فخذيه، ثم أين يضع كفيه؟ هو مخير، إن شاء جلس متربعا، وإن شاء جلس كجلوسه للتشهد بأن يكون مفترشا أو متوركا، كلا الجلسات كلها جائز. الحمد لله. ويتبع ما
يسهل عليه، يتبع ما يسهل عليه من الجلسات. وعائشة رضي الله عنها تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، فدل على أنه إذا صلى قاعدا فإنه يصلي متربعا، يجلس متربعا أو يفترش أو يتورك، كل ذلك جائز والحمد لله. ويضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه مما يلي الركبتين، على فخذيه، نعم على فخذيه عند الركبتين، وإن قبضهما على صدره فهذا أحسن، حال القيام مثل حال القيام، نعم، لأنه في محل قيام، جلوسه ذا في محل قيام، نعم. فإذا قبض يديه على صدره فذلك أحسن، نعم. وعليه في الركوع مثلا أو التشهد أن يفعل بيديه ما يفعله المصلي القادر، يضع يديه على ركبتيه في كل حال، يعني يضعهما حيث يضعهما القادر. أين أحسن الله إليكم. السائلة عين ألف تقول في بعض المدارس الثانوية للبنات يكون معلم القرآن رجلا كفيف البصر، وتضطر الطالبات لكشف وجوههن للقراءة، فما حكم ذلك علما أن البعض يطالب بعدم وجود الرجل، أفتونا مأجوري. لا شك أن إبعاد الرجل عن النساء أنه أحوط وأتم وأبعد عن الفتنة، فالواجب على المسؤولين عن تعليم البنات أن يلاحظوا هذا، لكن إذا دعت حاجة إلى أن يعلمهن رجل كفيف فالحاجة لها حكم، ولكن يختار لهذا من يوثق بدينه وأمانته وعلمه حتى يؤمن المحذور من الفتنة. وأما مسألة كشف المرأة وجهها عند الأعمى فهذا محل خلاف، من العلماء من يرى أنه يجب عليها ستر وجهها كما تستره عن المبصر، وذلك لأن لما دخل رجل أعمى على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أزواجه أمرهن بالحجاب أن يحتجبن منه، فقلنا إنه أعمى، فقال صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما، هذا دليلهم. والقول الثاني أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى لأنه لا يراها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال لفاطمة بنت قيس أو امرأة غيرها مطلقة اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا دليل على أنه لا يجب ستر الوجه عن الأعمى، نعم. وهذا أرجح، يقولون هذا أرجح أصح سندا من الحديث الأول. على كل حال الابتعاد عن ما يجر الفتنة لا شك أنه مطلوب، نعم. جزاكم الله خيرا. السائل علي ميم من المدينة المنورة يقول سمعت أناسا يقولون إن من ترك من الصلاة ركنا من أركانها ولو كان ناسيا بطلت صلاته ويجب إعادتها، فهل هذا صحيح أم يكفي أن نجبر هذه الصلاة بسجود السهو، أفتوني وفقكم الله تعالى. هذا فيه تفصيل كثير، من ترك ركنا فإن ذكره وهو في أثناء الصلاة ذكره قبل أن يدخل في الركعة التي بعده فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان به وبما بعده حتى تكمل ركعته، ويسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. أما إن ذكره بعدما اعتمد قائما ودخل في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغو تبطل وتعتبر الركعة الثانية قائمة مقامها، تكون هي الأولى الثانية هي الأولى، تكون هي الأولى أو الثالثة إذا كان نعم. حصل هذا في الثانية تكون هذه هي الثانية، ها؟ نعم. المهم أنها تكون محل التي قبلها وتلغو التي قبلها ويسجد للسهو. الحالة الثالثة أن لا يذكر إلا بعد السلام، إلا بعد السلام، فهذا يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. أما إذا لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة كاملة من أولها، إذا لم يذكر أنه ترك هذا الركن إلا بعد فصل طويل بعد سلامه من صلاته فإنه يعيد الصلاة من جديد، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السائل جيم راء من اليمن يقول أرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا إفتائي، هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام 40 يوما أم قبل ذلك إذا رأت الطهر، وهل تتطهر بعد 40 ولو لم تطهر؟ نعم، إذا رأت المرأة الطهر في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتؤدي العبادات، فإن عاد إليها الدم قبل 40 فإنها تجلس، وما صامته في فترة الطهر يكون صحيحا. أما إذا تمت 40 ولم ينقطع الدم فإنه يجب عليها أن تغتسل عند تمام 40 وتصلي ولو كان عليها الدم، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، إلا إذا وافق ذلك عادته، عادة الحيض، فإنها تجلسه
فإنها تجلس، أما إذا لم يوافق عادة الحيض فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو كان عليها الدم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في نهاية لقائنا نشكر فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن فوزان بن عبد الله الفوزان، كما نشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميل